السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم التعليمية كود بورتال. هنكمل دروس CSS مع بعض، وفي الدرس ده هنتعرف على in range و out of range. طيب تعال نشوف مع بعض يعني in range. أولا أنا هعمل input text أو input number كده، بس هقول له enter number الأول، enter number، ونيجي نفتح التاج ال input خلاص، وهقول له من النوع number، مش مشكلة النيم دلوقتي. هنا هنستخدم اتريبيوت اسمها مينيمم MIN، واقول له بداية من رقم اقل شيء يكتب داخل الانبوت 5، والماكس هقول له 10 بالمنظر دوت. يبقى انا الرينج بتاعي بادئ برقم 5 وناهي برقم 10، تمام؟ يعني اقل من كده او اكتر من كده مش هيرضى يكتب. طيب انا هاجي استخدم بقى الانبوت دوت، لو جينا عملنا ريفرش اهو هيظهر عندنا بالمنظر دوت، ونيجي هنا في الستايل طبعا اهو الارقام هيبتدي بخمسه وينتهي عند 10، اقل من كده واكتر من كده مش هيرضى يكتب. انا ممكن اكتب بايدي 4 او كده خلاص، انما هو نفسه لما يجي يحدد مش هيرضى، ده المينيمم والماكسيمم بتاعه. طيب انا هاجي هنا هنستخدم الستايل بقى، هقول له انبوت سوري، هقول له في الستايل هات لي التاج اللي اسمه انبوت، بس هنستخدم ال اسمات ال in range، هقول له داش range، تمام، ونفتح تاج. يعني لما يكون الانبوت في داخل الرينج بتاعه خلي لي مثلا البوردر بتاعه، البوردر يساوي خلي لي 2 بكسل سمك الحد 2 بكسل. طبعا لسه ما اتكلمناش على كل الستايلات بتاعتنا دي، لسه هنتكلم عليها بالتفصيل ان شاء الله. وخليها لي سوليد ويلو مثلا، ويلو باللون الاصفر زي ما هنشوف دلوقتي. طبعا مش تشغلوا دماغكم دلوقتي يعني ايه اللي احنا كاتبينه، ان دي بعض التطبيقات كده انا بقى وستايلات بطبقها وهنشرحها بالتفصيل في الدروس القادمه ان شاء الله. طب نعمل سيف ونيجي نعمل ريفرش، هنلاحظ فعلا ان ادالي هنا اللون اصفر حوالين الاطار بتاعي. طب لو جيت هنا كتبت 10 هيديني فعلا اللون الاصفر، كتبت 9 اوكي، 8 اوكي، 7 اوكي، 6 اوكي، 5 اوكي. طب لو جينا كتبنا حاجه اقل من الرينج بتاعي، طبعا شال الاطار بتاعي اللي هو باللون الاصفر. كتبت حاجه اعلى 11 برضه مش هيقبل، انما لما نيجي نكتب 10 اداله اللون بتاعه، ده اسمه الان رينج. ماشي يا شباب؟ طيب في عندنا حاجه ثانيه اسمها الاوت رينج، اوت اوف رينج. لو انا جيت كده غيرتها بدل ما ان هقول له اوت اوف، اوت اوف رينج بس كده. دي انا كده عكستها، بدل ما اقول له نيجي نعمل ريفرش، بدل ما اقول له ان لما يكون 5 او 10، يعني بصوا 5 6 اللون ما اتغيرش، 7 8 9 10 اللون ما اتغيرش، لو كتبت حاجه اعلى اوت اوف رينج اداني لون اصفر، ممكن اخليها ريد كده بحيث ان انا اقول له كده خطا، تمام. اللون الاحمر بيعبر عن الدينجر كده او الخطا، تمام. لو جيت عملت سيف وجينا كتبنا مثلا 11 اداني اللون الاحمر، تمام. انما لو اديت له مثلا 10 او اقل من 10 لحد الخمسه اوكي، كتبنا 4 اداني اللون الاحمر. يبقى كده في الفيديو ده احنا اتكلمنا على الان رينج والاوت اوف رينج، تمام. ونكمل مع بعض ان شاء الله في الدروس القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.